الجولة رقم 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. كما تابعنا شوط المباراة الأول تركنا ينتهي بالتعادل بدون أهداف. الآن مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، محاولة الآن لكاسانو، محاولة لفريق الروما، خطيرة جدا، فرصة خطيرة، جول، هدف مبكر وغير عادي أبدا من كاسانو. لعبة ذكية ورائعة جدا من ألعاب روبرتو باجيو الشهيرة ومن ألعاب فيالي والأسماء المعروفة في كرة القدم الإيطالية ورافانيلي. هذه المرة اللي سددها هو أنطونيو كاسانو بطريقة غير عادية تماما، ممتازة من كاسانو، لعبة ذكية ومفاجئة حتى لحارس المرمى. شوف 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 كاسانو، ولا يملك تولدو إلا مشاهدتها وهي تعانق شباك فريق. تابع كاسانو، بداية ممتازة لروما وهدف رائع جدا حقيقة، كان يعني مفاجئ تماما لفريق الانتر، وهدف مبكر في شوط المباراة الثاني بطريقة ذكية جدا من أنطونيو كاسانو. إذن روما يتقدم بهدف أنطونيو كاسانو بعد مرور أقل من دقيقة، ومن أول لمسة يمكن في شوط المباراة الثاني لهذا اللاعب ينجح في التسجيل بطريقة ذكية جدا في مرمى الانتر. تقدم الآن الفريق روما بهدف دون مقابل عن طريق أنطونيو كاسانو، وهذا الهدف لا شك بأنه سيعطي مباراة أكثر إثارة وأكثر ندية، ونتمنى من أن يكون شوط المباراة الثاني أقوى وأمتع من شوط المباراة الأول. شايف جماهير روما الآن بدأت يعني تسعد وتفرح كثيرا بهذا الهدف، وبدأت تطلق الهزيج الشهيرة والمعروفة لفريق إي سي روما. إذن كسر